السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا شرحنا اليوم ان شاء الله راح يكون تطبيق لكسب عملة البيتكوين. تمام، قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. طبعا القناة الخاصة فينا بتهتم بالربح من الانترنت بجميع الطرق. خلونا نشوف طريقة التسجيل في التطبيق ونبدأ نربح من التطبيق مع بعض. يلا تابعوا الفيديو. طبعا يا شباب هذا هو رابط التطبيق، راح احطه لكم اسفل الفيديو، بنضغط على الرابط. بعد ما نضغط على الرابط بنروح ننزل تحت. طبعا هي الواجهة، راح يفتح لك بهي الواجهة. بنضغط انستال اب ناو. تمام، بعدين بيحولنا هي الصفحة. بنضغط على كلمة جيت ات اون جوجل بلاي. تمام، بنضغط على ضغطة راح يحولنا على جوجل بلاي. بنحمل التطبيق، حجمه تقريبا 16 ميجا بايت، حجم صغير جدا. تمام، راح فرجيك. انا طبعا مسجل في مسجل بالتطبيق، راح اسجل خروج وارجع لكم. شباب سجلت خروج من حسابي، راح فرجيكم طريقة تسجيل الدخول اقصد عمل حساب التطبيق. هذا هو التطبيق، بنضغط عليه. اول مرة يفتح معنا، راح يفتح معنا بهاي الشكل. بنضغط على كلمة اي كري اند ستارت. تمام، ننتظر. شوف شباب، راح تضغطوا على هاي الكلمة هذه اللي هي ريجستر، ضغطة واحدة راح يطلب منك رقمك. طبعا اصلا بتلاقي دولتك محددة هون، بتكتب رقمك هون. يعني مثلا في السودان بتكتب بدون مفتاح الدولة، لانه اصلا هون كاتب لك مفتاح الدولة. يعني ما بتكتب مفتاح الدولة، بتكتب رقمك مباشرة. بعدين بتضغط على نيكست، راح يرسل لك كود في يعني مثل الواتساب، بتسجل عادي جدا. انا بسجل دخول لحسابي وارجع لكم. طبعا يا شباب حاليا انا دخلت لحسابي، مثل ما شايفين اعطاني 1000 ساتوشي مجانا. راح افرجيكم طريقة الحصول على 1000 ساتوشي مجانا من هذا التطبيق. اعطاني 100 ساتوشي عند التسجيل، كان بيعطي 1000 ساتوشي، حاليا اعطاني 100 ساتوشي. راح نروح طبعا الان التطبيق اصبح بيقلل الكمية، راح نربح 1000 ساتوشي. راح افرجيكم طريقة ربح 1000 ساتوشي. بتضغطوا على هذا الخيار اللي هو سيتنج، بعدين بتروح على كلمة invite friend أو دعوة الأصدقاء، بتحط الكود تبعي، راح أترك لكم إياه أسفل هذا الفيديو. ثواني، شباب الكود تبعي راح أحطه لكم أسفل الفيديو. أنا الآن راح أحط كود صديقي. تمام، بضغط لصق لكود صديقي هون، نضغط لصق. طبعا راح أحط لكم الكود تبعي يمين الشاشة وكمان أسفل الفيديو، يا أما تكتبوا كتابة يا أما تنسخوا وتلصقوا هون بخيار انفيت كود. تمام، بتضغط على كلمة جيت بيتكوين. مثل ما شايفين شباب بيقول لي بليز كود. ثواني شباب اتأكد من الكود وارجع لكم. طبعا يا شباب الكود تبع صديقي، كان صديقي اصلا كان داعي 5 اشخاص، فلذلك ما قدرت استخدم الكود تبعه لانه اي شخص مخصص له 5 اصدقاء فقط. بنضغط على كلمة جيت بيتكوين، بعد ما نحط حطيت كود جديد، نضغط على ضغطة واحدة مثل ما شايفين. نصبر، اصبروا يا شباب، اصبروا معي شوية النت ضعيف. تمام شباب، انتم شايفين اعطاني 1000 ساتوشي. تمام، يعني اي صديق لإلك، يعني مثلا انت تحت اصدقاء فقط تدعو 5 اصدقاء، تاني ما راح يتحسبوا لإلك اصلا، وصديقك ما راح يضطر انه يستخدم الكود تبعك. راح احط لكم كودي اسفل الفيديو، انا ما دعيت اي شخص الى الان. تمام، فسارعوا استخدموا كودي لحتى الناس ما تستحملوا قبليكم. اوكي، نضغط على كولز او اغلاق. طبعا يا شباب هاي طريقة الربح من التطبيق، ادعوا اصدقائكم للتطبيق واربحوا من التطبيق. حاليا نشوف رصيدنا كم صار. انتوا شايفين رصيدنا صار يا شباب حاليا 1100. تمام، وحد السحب لو ضغطنا على وزدرو سحب راح يقول لنا انه حد السحب 5000. تمام، 5001 هذا حد السحب من التطبيق. تطبيق جدا حلو صادق 100%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.